أعلنت المالية النيابية عن بدء الحكومة العراقية بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 وكالمحتاد فأن أسعار النفط هي من ستحدد العجز المالي بالموازنة نعم الموازنة المقبلة ستشهد عجزا ماليا على اعتبار أن المصاريف أكثر من الواردات وعلى ما يبدو ستأتي متأخرة كغيرها من الموازنات السابقة إذا لماذا دائما في العراق تتأخر الموازنة العامة؟ وما هي تبعات تأخرها على الواقع الاقتصادي؟ وما هي تبعاتها على رواتب الموظفين وعلى المواطن البسيط؟ مختصون يرون أنه من الحتم تصحيح عملية هيكلية الوزارات والدوائر والمؤسسات في تقليل المصاريف وزيادة التقشف، وستكون الموازنة محكومة. والظروف التي يواجهها العراق فيما يتعلق بالأزمة الصحية والمالية والأمنية فضلا عن التحذيرات للانتخابات المبكرة ولا يفوتني أن أذكر بأن سنة 2020 قاربت على النهاية من دون موازنة عامة وهذا يمثل غيابا للإجازة التصرف بالمال العام والسؤال هنا ماذا قدمت الموازنات الانفجارية من قبل للبلاد؟ وماذا ستتحمل موازنة 2021 وهل في تأخرها تردي للأوضاع بشكل عام حديث بغداد لهذه الليلة تأخر إقرار الموازنة العامة مشكلة تبحث عن حل